نعم، أم معتز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وبركاته. مرحبا يا أختنا، تفضل. الله يخليك. لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤالين. نعم. أول حاجة، حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر والوتر وركعة الوتر طب خليكي في جائز، السؤال، والسنة طبعا الحاجات اللي أنا مش حافظاها. طيب خدي السؤال الأولاني، حكم الدعاء شيخنا، خليكي معانا. ده خلاص ماشي. ملازمة دعاء القنوط في صلاة الفجر لم يصح حديثه، كان النبي ما عليه زال الصلاة والسلام. النبي يقنط في صلاة الفجر حتى لقي ربه، هذا حديث غير صحيح. نعم. إنما الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عليه كان الصلاة والسلام. يقنط في النوازل في جميع الصلوات في الأوقات الخمسة، يبقى المداومة على القنوط في صلاة الفجر حديثها لم يصح، نعم. وإن كان ده مذهب الإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا قلت قولا خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربه بقول عرض الحائط. هذا بالنسبة أما